إذن اليوم سنصحح الأنشطة التالية التي سبق وأن أعطيتكم إياها، أتمنى أنكم أنجزتموها. إذن صححوا معي جميعا. سؤال أول، املأ الجدول بالمطلوب فيما يأتي. المطلوب أن نحدد الفعل المضارع منصوب وحل مصدر مؤول. إذا لاحظوا جيدا الجملة، قررت أن أكتب. أين هو الفعل المضارع؟ هو المنصوب وأكتب. لماذا؟ لأن قبله حرف أن وهي حرف الناصب. إذا أيمكننا أن نؤول أن رفقة الفعل أكتب؟ نعم. إذا يمكنني أن أقول قررت الكتابة. قررت الكتابة. قررت الكتابة. الجملة الثانية، جئت كي أرسم. أين هو الفعل المضارع المنصوب؟ نعم، أرسم. أرسم عفوا. إذا أين هو الفعل؟ إنه أرسم. أيمكننا أن نؤوله؟ نعم، بما أن أتى بعده حرف ناصب كي، يمكنني أن أؤول حرف الناصب والفعل المضارع. يعني يمكنني أن أقول جئت للرسم. جئت للرسم. جملة أخيرة، لن أقطف الورود. أين هو الفعل المضارع المنصوب؟ بالطبع أقطف. أيمكننا هنا أن نؤول الفعل المضارع المنصوب رفقة ناصبه لن؟ بالطبع لا، لا يمكن. يمكن فقط أن نؤولهما أن وكي. نعم، نمر إلى التمرين الثاني. املأ الجدول الآتي بما يناسب. لا تعبث بالمغروسات. إذا نحدد هنا أداة الجزم والفعل المضارع المجزوم. أين أداة الجزم في هذه الجملة؟ هي لا، وهي لا نهي. وأين هو الفعل المضارع المجزوم والذي أتى بعده؟ هو تعبث. 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 الجملة الثانية، لم تنظم وقتك. أين هي أداة جزم في هذه الجملة؟ هي لم. حرف نفي وجزم وقلب. أين هو الفعل المضارع المجزوم والذي أتى بعده مباشرة وهو تنظم؟ تنظم. إذا التمرين الثالث، أكمل ملء الجدول بما يناسب. المطلوب من هنا أن تحدد أداة الشرط، فعل الشرط، وجواب الشرط. هنا لدينا جملة واحدة فقط، إن تعمل بنصيحة الوالدين تحصل على نتائج مرضية. أين هي أداة الشرط؟ نعم، إنها إن. وأين هو فعل الشرط؟ هو الذي يأتي مباشرة بعد أداة الشرط، تعمل. لاحظوا أيضا أتى مجزوما. نعم، وأين هي جملة إن تعمل ماذا؟ تحصل. إذا تحصل هي جواب الشرط وهو فعل مجزوم أيضا، لأن أداة الشرط تجزم فعلين مضارعين. ننتقل إلى التمرين الرابع، املأ الجدول مما يأتي. لدينا ثلاث أفعال، مد، كرم، سأل. لاحظ جيدا المد، بماذا تنتهي مد؟ نعم، بتضعيف. إذا هو صحيح، فعل صحيح، ولكن صحيح مضاعف. إذا كرم، أيوجد تضعيف؟ لا. أيوجد توجد همزة؟ لا. أيوجد حروف المد؟ لا. إنه سالم. إنه سالم. الفعل الأخير سأل، هذا الفعل يتوفر على همزة في الوسط. إذا هو فعل مهموس. التمرين الخامس، املأ الجدول مما يأتي. نما، وعد، نام، وعى، نوى. إذا مطلوب منا أن نحدد نوع هذه الأفعال. لدينا نما، لاحظوا جيدا، وعد الأخير فهو ناقص. نعم، وعد معتل الأول فهو مثال. نعم جيدا، نام معتل وسط فهو أجوب. نعم جيدا، وعى معتل الأول والأخير وبينهم حرف صحيح. إذا هو لفيف مفروق. لفيف مفروق. وعى لا
لدينا نوى يوجد في وسطه وآخره حرف حرف علة، إذن هو لفيف مقرون. إذن بعد ذلك ننتقل إلى التمرين السادس. اكتب اسم الإشارة المناسب في الجملة في الجمل الآتية. تعطي الأشجار، معنى أن نقول نعم تعطي هذه. آخذ لون آخر أو صور آخر حتى تتضح الرؤية. نعم تعطي هذه الأشجار رونقا للمدرسة، لذلك تكلف التلميذان، يعني هذان. إذا لاحظوا جيدا تنطق الألف ولا تكتب في اسم إشارة المفرد المؤنث واسم إشارة المثنى المذكر. نعم هذان التلميذان بتنظيف أحواضهم. نعم ننتقل إلى التمرين الأخير. ضع الاسم الموصول المناسب في مكان. الاسم الموصول سنحدده انطلاقا من جملة صلة. المكان يتحدث، يعني لذ مفرد مذكر. الذي يتحدث عنه النص هو فناء المنزل وقد غرست فيه شجرة السفرجل، السفرجلة تبحث، بمعنى التي، التي تبحث عن أصدقاء. إذا لاحظتم جيدا فإن الذي والتي، الذي اسم موصول مفرد مذكر والتي اسم موصول مفرد مؤنث، كلاهما تنطق فيه اللام الثانية ولكن تكتب فقط بلام واحدة مشددة. أتمنى أن تصححوا هذه التمارين. كما اعتدتم دائما خذوا قلم جاف أخضر وخذوا مسطرة وسطروا تحت الخطأ واكتبوا فوق الخطأ وصححوا جيدا بخط جيد. وشكرا وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.